بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. تحية كبيرة لجمهور النادي الأهلي العظيم، جماهير النادي الأهلي الموجودة في كل مكان في مصر وفي الوطن العربي وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. إطلالة جديدة بالنسبة لي بالتأكيد معاكم عبر شاشة قناة النادي الأهلي. بالتأكيد بسعد بوجودي من خلال هذه الشاشة العملاقة لجماهير أكبر نادي في إفريقيا وفي الوطن العربي، جماهير نادي القرن الإفريقي، جماهير النادي الأهلي العظيمة، جماهير النادي الأهلي دايما اللي واقفة في ظهر ناديها عبر كل الأزمنة وعبر كل الأوقات. معاكم بالتأكيد في برنامج الترند هنحاول قدر الإمكان نكون صورة معبرة ليكم عبر السوشيال ميديا. ما يطرح وما يكتب عبر السوشيال ميديا هنكون مرآة ليكم من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. هنشارككم في بعض اللحظات وفي نفس الوقت هنطرح عليكم بعض الترندات، لأن الترند هنا بالنسبة لنا هو النادي الأهلي، والمعلومة بالنسبة لنا هتكون أساسها هو النادي الأهلي والحفاظ على مصالح النادي الأهلي سواء في المشوار المحلي أو حتى في المشوار الإفريقي. الترند النهاردة في تفاصيل كثيرة وفي ترندات وفي معلومات جديدة، لكن عشان جمهور النادي الأهلي هنكون معاكم أول بأول، والمعلومات كلها الجديدة والترندات بجد اللي هتبقى عبر السوشيال ميديا هنا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. في البداية هيكون معنا خبر محتاج يتعمله شير أو يتعمله لايك، وفي معلومة أو خبر أو بوست عبر الفيسبوك أو تويتر محتاجين نعمله بلوك، لأن معلومة ممكن ما تكونش صحيحة وممكن تعمل بلبلة في الرأي العام الرياضي أو حتى بالنسبة للنادي الأهلي. لكن بنبدأ حلقتنا بسؤال أساسي، السؤال ده موجه لجماهير النادي الأهلي والجماهير الكرة المصرية بشكل عام. السؤال ده بنطرحه عشان كل جمهورنا يشارك معنا عبر الفيسبوك وعبر تويتر وعبر إنستجرام. بالتأكيد هتشاركوا معنا من خلال هذا السؤال، وفي نهاية الحلقة هنعرض كل مشاركاتكم وأراءكم وكلها هتتعرض وهنقولها نصا في نهاية الحلقة، وهنطرح معاكم بالتأكيد إجابات هذا السؤال. السؤال متعلق بإذا تأهل طرف مصري وطرف مغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، مين هي الدولة اللي ممكن تطلب استضافة هذا الحدث قبل الميعاد المقرر اللي حددته الاتحاد الإفريقي في غايته 17 أغسطس الجاري إن شاء الله بإذن الله. بمعنى دق إذا كان طرفي الفاينل بإذن الله إن شاء الله الأهلي والرجاء مثلا، هيكون ساعتها المباراة موجهة في أرض محايدة. مين الدولة اللي ممكن تطلب استضافة هذا الحدث؟ شاركونا عبر هذا السؤال وإجابات هذا السؤال عبر الفيسبوك وعبر تويتر وكل حساباتنا كمان بالتأكيد في إنستجرام عشان نشوف إجاباتكم حول هذا السؤال، وبالتأكيد هنحاول نقرب لكم المسافات ولو في معلومة ممكن كمان نطرحها ونوضحها لكل المشاهدين. لكن حلقتنا النهاردة فيها ثلاث ترندات أساسية، ترند أهلي وترند محلي وترند عالمي. نشوف حلقتنا النهاردة وعناوين ترندات النهاردة. في ترند الأهلي، ارتياح لإقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب. أما الترند المحلي، قمة الأهلي والزمالك بحكام أجانب. وفي الترند العالمي، اعتزال إيكر كاسياس. طبعا دي حلقة أو دي عناوين حلقتنا النهاردة من خلال الثلاث تندات الأساسية اللي هنتناول فيها الأخبار أو المشاركات اللي موجودة سواء عبر الفيسبوك أو تويتر وكل الصفحات الرسمية سواء للنادي الأهلي أو حتى بعض الصفحات الرسمية للويب سايت والمواقع الرياضية اللي مهتمة جدا سواء بشأن النادي الأهلي أو حتى الشأن المحلي والشأن العالمي. النهاردة في الفقرة الأساسية معانا في بداية الحلقة في حاجة اسمها ترند الترند. ترند الترند ده معلومة حصرية مش موجودة في أي وسيلة عبر التواصل الاجتماعي في السوشيال ميديا أو أي حتى مواقع أو أي صحف خلال الساعات الأخيرة. ترند الترند موجه لجماهير النادي الأهلي بشكل خاص عشان نطمنها سواء معلومة متعلقة بالنادي الأهلي أو معلومة ممكن تهم الشأن العام الرياضي في مصر وفي القارة الإفريقية. ترند الترند النهاردة معلومة هتهم جمهور النادي الأهلي في المقام الأول، وأيضا كمان كل الجماهير العربية اللي بتنتظر على أحر من الجمر مباراتي نصف النهائي بين الأهلي والوداد والزمالك والرجاء، وهي متعلقة مين هيكون حكم مباراتي نصف النهائي في مباراة الأهلي والوداد والزمالك والرجاء. وقت ما تم إعلان أن المباريات هتكون في الفترة القادمة وتحدد أن المباريات ممكن تكون في ملعب محايد، على طول تسارعت السوشيال ميديا والكل اجتهد وكتب أسماء حكام كلها كانت غير صحيحة، لأن ما فيش اتحاد في العالم بيعين حكم قبل المباراة بشهرين أو شهرين ونص. المدة الزمنية اللي بيتم إبلاغ الحكم بيه
إدارته لهذه المباراة قبلها ب 15 يوم أو 21 يوم لاستعداد والتجهيز. لكن ترند الترند النهاردة معانا هيشرح لكم إيه هي الآلية اللي على أساسها هيتم اختيار حكم نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الأهلي والوداد والزمالك والرجاء. الآلية جديدة على كل المشاهدين وهيبقى ترند في اللحظة دي لكل المواقع وكل السوشيال ميديا في مصر وفي المغرب. بمعنى تم تعيين مجلس خبراء تحكيم من قبل الاتحاد الدولي فيفا والاتحاد الإفريقي خلال الفترة القليلة الماضية. هذا المجلس هيكون مسؤولية كاملة عن اختيار 20 حكم محترف لكي يوقعوا تعاقد مع الاتحاد الإفريقي لكي يكونوا حكام محترفين خلال الفترة القادمة. هؤلاء الحكام هو اللي هيتم اختيار ما بينهم حكام مباريات نصف نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية. طيب في السابق كان في لجنة أو كان في شخص مسؤول عن التعيينات، هل مستمرة بنفس الإطار وبنفس المعنى؟ موجودة بس بنسبة 50%. فيما معناه إيدي مايه عضو المجلس مجلس الخبراء مسؤول عن اختيار الشخص، لكن هل قراره قرار نهائي؟ لا، ده الجديد بقى. إيه الجديد؟ هيتم اختيار الشخص من قبل المسؤول عن التعيينات الحكم إيدي مايه، طبعا حكم دولي سابق وسبق لإدارة العديد مباريات في البطولات الإفريقية وحكم مشهور في القارة الإفريقية. ولكن هل قراره قرار نهائي؟ لا، هيتم عرض هذا الاختيار على مجلس خبراء التحكيم في حلقات أخرى هقول لكم مين هم مجلس خبراء التحكيم في القارة الإفريقية خلال الفترة القادمة. هذا المجلس له الحق بنسبة 100% في تعديل أو تغيير أو تأكيد الحكم المعين لإدارة المباريات الفترة القادمة، وشرط أساسي لاختيار الحكم أن يكون حكم من حكام الصفوة اللي تم توقيع معاه تعاقد احتراف ليكون متفرغ بنسبة 100% للتحكيم في القارة الإفريقية. هيتم وضع معايير لعدد من الحكام في الفترة القادمة، أهمها طبعا المعيار الفني، لكن في معايير أخرى عشان الحكم ده يكون حكم محترف. بعد كده مجلس الخبراء هو اللي هيختار طاقم التحكيم بعد عناية شديدة. طيب هل الأمر هيتوقف على كده؟ لا، مجلس خبراء التحكيم في الاتحاد الإفريقي هيكون في رؤية شاملة من الاتحاد الدولي لكرة القدم عليه ويشوف اختياراته. لو في أخطاء جسيمة حدثت في المباريات هيتم استبدال هذا المجلس في أي لحظة من اللحظات. كل ده بيتم ليه؟ كل ده بيتم عشان التحكيم في القارة الإفريقية الفترة القادمة تكون فيه الشفافية والتحكيم بعدالة كبيرة في المباريات القادمة، وعشان ما يتكررش نفس الأخطاء اللي حدثت في النهائيات السابقة. طب البعض كان اجتهد وقال ممكن يكون بكاري جسامة، ممكن يكون فيكتور جوميز، حكام آخرين. طيب هقول لكم على مفاجأة قبل ما يتم إعلان حكام مباريات نصف النهائي، وده لسه في وقت طويل على ما يتم الاختيار، لكن حطوا في الحسبان المعلومة اللي جاية دي لأن على أساسها هيكون معيار في اختيار الحكام اللي هتدير مباريات البطولة الإفريقية. الاتحاد الدولي لكرة القدم اختار بشكل مبدئي 6 حكام أفارقة للترشيح كحكام ساحة لمباريات كأس العالم 2022 في الدوحة خلال الفترة القادمة. 6 حكام هم 3 من شمال إفريقيا، مصطفى غربال من الجزائر، رضوان جيد من المغرب، وأمين عمر الحكم المصري. معهم 3 حكام أفارقة آخرين، ماجد نداي من السنغال، جان جاك ندولا الكونغولي، مملكة سيما الأثيوبي. وبالتالي بكاري جسامة ليس ضمن حكام الساحة المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم القادمة 2022. وبالتالي 6 حكام اللي أعلنتهم الاتحاد الدولي اختارهم ليكونوا حكام الصفوة المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم من حكام الساحة. بمعنى أدق، لما تلاقي اسم بكاري جسامة مش من 6 ألف به، هتلاقي مجلس الخبراء بيختار من 6 هم اللي يديروا المباراة. استبعد طبعا رضوان جيد واستبعد أمين عمر، وهتلاقي في النهاية يا مصطفى غربال، يا نداي من السنغال، يا ندولا الكنغولي، يا إما مملكة سيما الأثيوبي. في حكام فار ممكن يكون من ضمنهم جهاد جريشة، ممكن يكون من ضمنهم بكاري جسامة، الحكام اللي هم كانوا مرشحين دايما على طول في كأس العالم الفترات الأخيرة، لكن حاليا تم استبعادهم من حكام الساحة. وبالتالي مجلس الخبراء مع المعايير اللي هيحطها هيبدأ يشتغل على مجموعة معينة عشان تكون موجودة في نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال خلال الفترة القادمة. ده ترند الترند لأنها معلومة جديدة لكل المشاهدين، والآلية اللي على أساسها هيتم اختيار حكام دوري أبطال إفريقيا الفترة القادمة. والتوفيق يا رب للجميع. فاصل ثم نواصل.
اهلا بحضراتكم من جديد بعد الفاصل، وبالتاكيد بقى نشوف ترندات الاهلي وما كتب كمان على الاهلي عبر السوشيال ميديا، لان بالتاكيد النادي الاهلي ماده دسمه من خلال السوشيال ميديا، من خلال الفيسبوك تويتر، بنلاقي بالتاكيد تفاصيل كثيره جدا ومعلومات غزيره واراء كمان ممكن تشوف فيها انطباعات كثيره جدا من خلال الجماهير في كل مكان. لكن نبدا بترند الاهلي النهارده، لان في معانا ترندات كثيره جدا، لكن نبدا بالصفحه الرسميه لليوم السابع اللي نشرت تصريح للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، بيقول فيه ان الاهلي حدد 3 اكتوبر موعدا لمباراه الاياب امام نادي الوداد. الحساب الرسمي للوطن سبورت على تويتر قال ان الاهلي بيسعى لحضور الجماهير في مباراه الوداد. اما حساب الاهلي على تويتر نشر صوره لرينيه فايلر المدير الفني الاجنبي للنادي الاهلي وعليها كلمتين احماء وتركيز. ثم كمان موقع جول المصري كتب على تويتر وقال ان الاهلي يسعى لحسم صفقه رمضان صبحي خلال الايام القادمه باذن الله. كمان الحساب الرسمي لموقع سوبر كوره قال ان زي النهارده الاهلي فاز على الزمالك في القطاع المباراه للناشئين عام 85، وهذه المباراه كانت بمثابه انطلاقه قويه جدا لعدد كبير جدا من ناشئين النادي الاهلي، والفوز على الزمالك بثلاثه اهداف مقابل هدفين. هذه المباراه تحديدا كانت في 85، وظهر من خلالها نجوم كثيرين جدا ظهروا بشكل جيد بعد اللعب بمكان الفريق الاول في هذه الفتره. كمان على صفحة استاد الأهلي على تويتر نشرت صورة لنجم النادي الأهلي القادم بإذن الله طاهر محمد طاهر، اللاعب القادم من المولين العرب بإذن الله في الموسم القادم، وكتبت عليها نتمنى تكون إضافة قوية للفريق النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. أما صفحة ماجيكانو نشرت صورة لدوري أبطال إفريقيا وعلقت عليها وقالت أنا قلبي ليك ميال ومفيش غيرك على البال. كمان صفحة الأهلي اليوم نشرت تصريح لعمر الجنايني بخصوص عقوبة كهربا وقال إنه لا يتدخل في عمل القضاء. لكن ما زالت أصداء انطلاقة قناة الأهلي مستمرة بشكل جيد خلال الساعات القليلة الماضية، وهناك اهتمام كبير جدا من وسائل الإعلام في كل أنحاء العالم. 3 من الكتاب الصحفيين المهتمين جدا بالكتابة عبر تويتر والسوشيال ميديا، أبرزهم بالتأكيد الصحفي الأرجنتيني نيهول لانزون، كتب عبر تويتر مع إرفاق صور لقناة النادي الأهلي في الشكل الجديد والتطوير الجديد، وعلق وقال إنه النادي الأكبر والأكثر شعبية في إفريقيا. أيضا كمان الصحفي الموريتاني لسانا كامارا، وهو أحد الصحفيين العاملين والخبير الإعلامي في الاتحاد الإفريقي ويعمل في بي بي سي أفريقا، نشر صور من الافتتاح الجديد للقناة قدامكم على الشاشة وعلق عليها وقال إنه النادي الأكثر نجاحاً في إفريقيا. كمان حساب على تويتر لأفريكان سوكر على تويتر، وهذه أو هذا الموقع طبعاً بالتأكيد موقع رياضي في جنوب إفريقيا، نشر صور لقناة الأهلي أيضاً من خلال الشكل الجديد وعلق انطلاقة جديدة. كان في كثير من التعليقات احتفالاً بهذه الانطلاقة للنادي الأكثر شعبية في إفريقيا. بالتأكيد شفنا يعني كلام مهم جدا لعدد من الصحفيين الأفارقة وعدد من الصحفيين في بعض وسائل الإعلام من خلال بعض دول العالم، وهما بيتكلموا على الانطلاقة الجديدة لقناة الأهلي. لكن من خلال ترندات الأهلي عندنا بعض التفاصيل محتاجين برضو نشرحها ونعلق عليها بالنسبة لكل المشاهدين. لو هبدأ بالصفحة الرسمية لليوم السابع اللي اهتمت بشكل كبير جدا بتصريحات العميد محمد مرجان اللي قال فيها إن الأهلي حدد 3 أكتوبر موعدا لمباراة الإياب أمام نادي الوداد المغربي. النادي الأهلي سريعا أول ما تلقى خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي بعد اعتماد القرار من لجنة الطوارئ أرسل للاتحاد المصري وبالتبعية للاتحاد الإفريقي اليوم اللي بيتم اختياره لمباراة الإياب إن شاء الله كان أحد يومي 2 و3 أكتوبر. النادي الأهلي اختار يوم 3 أكتوبر، بالتأكيد في النهاية الاتحاد الإفريقي لما بتجيله الخطابات من كل الأندية في اختياراتها المبدئية بيتم تسكين المواعيد حسب معايير بيحددها الاتحاد الإفريقي، سواء متعلقة بالناحية الجغرافية، بمواعيد البث، بمواعيد التسويق أو المواعيد البث وإجراءات التسويق في هذه المباراة، لأن ما فيش مباراة تتلعب في نفس اليوم ولا في نفس التوقيت، فبالتالي المباراة كلها بتتلعب بأريحية في مواعيد مختلفة وفي عدد ساعات مختلفة عشان تكون نسبة المشاهدة عالية للجميع. فدي مواعيد كل نادي بيختار الميعاد المناسب ليه، وفي النهاية القرار للاتحاد الإفريقي خلال الفترة القادمة. أيضا كمان الحساب الرسمي للوطن سبورت اتكلم على
إن الأهلي بيبذل مجهودات في الفترة الحالية في مسألة حضور الجماهير لمباراة الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. في النهاية الاتحاد الإفريقي لما اختار وأعلن المواعيد قال بالنسبة للكونفدرالية المباراة هتتلعب بدون جماهير، لكن جه عند دوري الأبطال ولم يحسم الأمر وقال هيتم النظر في الأمر طبقا للاشتراطات الطبية وما سيسفر عنه الاجتماع الطبي خلال الفترة القادمة لتحديد آلية حضور الجماهير في الذهاب والإياب لدوري أبطال إفريقيا. كان في كتيب من 27 ورقة متعلق بحضور الجماهير وحضور الفرق للمباريات وإجراءات دخول الفرق والحكام، وأيضا كمان الإجراءات الاحترازية اللي هيتم تنفيذها في الملاعب الإفريقية خلال الفترة القادمة. ده الدليل الاسترشادي اللي من خلاله الاتحاد الإفريقي هيعلن أولا في جمهور ولا مفيش جمهور، لأن الكاف لو قال مفيش جمهور لا هيكون في جمهور لا في مصر ولا في المغرب. لو الكاف حط معايير معينة في حضور الجماهير هيكون الأمر إرشادي للدول، وهنا يكون الأمر متعلق بكل دولة هي اللي تحدد دخول الجماهير بأي معيار وأي عدد بالنسبة للمرحلة القادمة. فلسه الأمر في نقاش بالنسبة للفترة اللي جاية. لكن صفحة ماجيكانو عملت مشهد ولقطة أنا بعتبرها لازم تكون لقطة معنوية بالنسبة لنا الفترة القادمة، وهو صورة دوري أبطال إفريقيا وقالت عليها أنا قلبي ليك ميال ومفيش غيرك على البال. طبعا يا سيدي يعني أغنية وعزف جميل جدا وانت بتتكلم على الأميرة الإفريقية، لذلك أنا هأكد على هذا العنوان بجملة أتمنى جمهور النادي الأهلي يشتغل عليها الفترة الجاية، لأن أنا واثق إن هي هتشعل حماس اللعيبة والجهاز الفني خلال الفترة الجاية. والسوشيال ميديا ليها دور رئيسي جدا وفيه اهتمام كبير جدا من اللاعبين والأجهزة الفنية وكل الفرق الرياضية دايما بتبقى موجودة على السوشيال ميديا. فرسالتنا وعنواننا اللي ممكن نأكده على هذا سلوجان اللي حطيته صفحة الماجيكانو، الأميرة السمراء في انتظار الملك المتوج على عرش القارة الإفريقية، هانت بإذن الله إن شاء الله. كمان وإحنا بنستعرض ما كتب من خلال السوشيال ميديا، الانطلاقة المميزة لقناة الأهلي خلال الفترة الأخيرة واللي اهتمت بيها عدد كبير جدا من الصحفيين ووسائل الإعلام في كل أنحاء العالم. لما تلاقي صحفي أرجنتيني من بيونس آيرس في العاصمة الأرجنتينية، شوف عدد الكيلومترات والميلات البعيدة ما بين مصر والأرجنتين، قارة وقارة، أفريقيا وأمريكا الجنوبية، واهتمام كبير جدا. وقدامكم على الشاشة هو ما كتب عبر تويتر عن انطلاقة قناة الأهلي وقال وقتها إنه النادي الأكبر في إفريقيا. بالفعل النادي الأهلي ومنظومته الإعلامية والنادي الأهلي بشكل عام رياضيا وإداريا وإعلاميا دائما هو الأبرز والأقوى والأفضل في المنطقة العربية والقارة الإفريقية. كمان الصحفي الموريتاني، بنتكلم بقى على الصحافة في إفريقيا، القارة الإفريقية اللي احنا منتمين ليها، ازاي بيبصوا للنادي الأهلي، ازاي بيشوفوا كمان منظومته الإعلامية. قناة الأهلي في الافتتاح الجديد لسنة كمارة كتب وقال في حسابه على الأكاونت الرسمي في تويتر، قال إنه النادي الأكثر نجاحا في إفريقيا. قناة الأهلي بتعبر بالتأكيد ومنبر إعلامي مهم للنادي القرن، نادي القرن في إفريقيا النادي الأهلي. طيب أكاونت أفريكان سوكر الجنوب إفريقي عبر تويتر، تتكلم بقى مش في صحفي أو كاتب عبر السوشيال ميديا، تتكلم في أهم موقع في ساوث أفريكا في جنوب إفريقيا على تويتر، إزاي بيكتب وبيتكلم على النادي الأهلي وبينشر صور من الشكل والافتتاح الخاص بالقناة وبيقول انطلاقة جديدة. كان في كثير من التعليقات احتفالا بهذه الانطلاقة اللي بالتأكيد أسعدت الأهلوية في كل مكان. عموما ده كان حديثنا عبر ترند الأهلي وما كتب على الأهلي في السوشيال ميديا. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل ما زالت هناك ترندات ومعلومات هتكون ترند عبر السوشيال ميديا في هذه اللحظات. اهلا بحضراتكم من جديد، وبعد الفاصل الوقت معاكم بيجري بسرعه والسوشيال ميديا بالتاكيد دايما ادائها سريع، لكن بسرعه نشوف الترندات العالميه النهارده موجوده معانا وفيها ايه. اعلن الاسباني ايكر كاسياس اعتزاله كره القدم، صوره ليه بالتاكيد تم نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، ومعلنا اعتزاله موجها شكره للجميع. الحساب الرسمي أيضا لموقع فيفا نشر فيديو لأبرز تصديات كاسياس وعلق عليها
شكرا على الذكريات زي النهارده من 11 سنه بالمناسبه كاسياس حمل كاس العالم مع اسبانيا في جوهانسبرغ. اما الحساب الرسمي لموقع في الجول على تويتر نشر الارشادات الصادره من الاتحاد الانجليزي وسط جائحه كورونا، واي لاعب يتعمد الكحه او يبصق بوجه الخصم او الحكم سيتحصل على البطاقه الصفراء او الحمراء. واضافه مجلس الايفا بالاتحاد الدولي النهارده اعلن ان اللاعب اللي هيعمل كده في وجه الخصم او الحكم هيعاقب بالبطاقه الحمراء، وده هيتطبق في الدوري المصري مش الدوري الانجليزي فقط، كل الدوريات اللي راجعه الفتره الجايه طبقا لقانون الايفاب اللي اتطبق النهارده. كمان نشر موقع كوره عبر حسابه على انستغرام ليفربول يتقدم بعرض اولي قيمته 9 مليون استرليني لضم عيسى مندي، لكن ريال بيتيس طالب برفع العرض بمقدار 1.8 مليون استرليني للموافقه على رحيل النجم الجزائري. ونشر حساب في الجول على موقع انستغرام تصريحات لجاريس بيل قائلا: لا افهم لماذا تطلق جماهير فريقي صفرات الاستهجان في حقي، هذا هو التساؤل الاكبر. طيب كمان حساب رسمي لجريده ديلي ميل اتكلمت عبر على تويتر عن خبر انتقال سانشو نجم دورتموند الى مانشستر يونايتد لمده 5 سنين، هيكون المقابل 340 ألف جنيه استرليني، ولكن ده راتبه الأسبوعي. كمان الحساب الرسمي للدوري الأسباني على الانستجرام نشر صورة احتفال كريم بنزيما وسيرجيو راموس بأول أهداف للريال في الموسم المنقضي. طيب عشان وقتنا بيجري معاكم بسرعة لازم ندخل دايما ونشوف مشاركات الجماهير على السؤال اللي طرحناه النهاردة في بداية الحلقة واللي اتكلمنا فيه على فكرة لو النهائي مصري مغربي مثلا الأهلي والرجاء، من الدولة اللي ممكن تطلب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا في موعد أقصى قبل 17 أغسطس القادم طبقا للمواعيد اللي أعلنها الاتحاد الإفريقي. عبر الفيسبوك دخل معانا عدد كبير جدا من المشاركين والمشاهدين بالتأكيد معانا وبيشرفونا بالمشاركة. مثلا عبر الفيسبوك عمر جمال قال: لو النهائي مصري مغربي إن شاء الله يتأهل الأهلي والرجاء، أنا رأيي يكون في رادس بس أنا عايز النهائي مصري في استاد القاهرة. اسلام صبري صالح قال: ان شاء الله نتمنى ان الاهلي والزمالك يوصلوا المباراه النهائيه ويكون النهائي مصري خالص وعلى ارض مصر. رمضان اكد وقال: اكيد الامارات هي البلد الاقرب والاجهز بنسبه كبيره، لو النهائي بين فريقين من بلدين مختلفين هيتلعب على ارض الامارات. ابو محمد علي قال: ان شاء الله في مصر والاهلي بطل افريقيا. منصور سامح قال: لو مش استاد القاهره يبقى جنوب افريقيا او الامارات. طيب عبر تويتر برضه كانت في مشاركات لعدد من جماهير النادي الاهلي وكل واحد ادلى بدلو في الاجابه على هذا السؤال. محمد ابراهيم مصطفى من اوائل المشاركين عبر تويتر وقال: ان شاء الله النهائي في القاهره والكاس في الجزيره، ولو غير كده اتمنى يكون في رادس وان شاء الله برضه الكاس في الجزيره. محمد السيد قال: تونس للاهلي باذن الله والرجاء. تامر عيد قال: اتوقع الجزائر او جنوب افريقيا. ندى بدر قالت: في رادس لينا حكايات. أحمد أبو شاهين قال: أتوقع النهائي يكون في مصر. طيب عبر انستجرام حسام عفيفي قال: تونس. إجابته الوحيدة كانت الإجابة تونس. إبراهيم الألفي قال: تونس، أعتقد الملعب الأولمبي برادس لأنه هو المناسب لاستضافة النهائي. منى الخضري قالت: مصر، وإن شاء الله اللقب أهلاوي أفريقيا يا أهلي. الجميل في المشاركات وإجابات الناس الغريزة الوطنية، حتى لو المباراة ممكن تقام خارج مصر، لا الكل عايزها تتلعب في مصر، بس عشان تتلعب في مصر لازم يكون الفاينل مصري اهلي وزمالك. في النهايه ان شاء الله باذن الله الاهلي ان شاء الله يكون متوج على عرش القاره الافريقيه لانه ملك دائما وابدا بيسعى للفوز بالاميره السمراء. معلومه اخيره: لا تونس ولا الجزائر حتى هذه اللحظه، تونس في حظر على ملاعبها من الاتحاد الافريقي، الجزائر رفضت استكمال النشاط ومفيش أي نشاط كروي الفترة الحالية، وجنوب إفريقيا أمرها بعيد لأسباب ممكن على قولها ترندات في الفترة اللي جاية. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة والتقي بكم بإذن الله غدا في حلقة جديدة من برنامج الترين. شكرا وإلى اللقاء.